جولة صحفية جديدة مع أبرز ما طلعت ما به الصحف المحلية والعربية والعالمية صادرة صباح اليوم. أهلا بكم وإلى تفاصيل الأخبار، ونبدأ الجولة من صحيفة الأهرام. السيسي وعبد الله يطالبان باستراتيجية دولية لمواجهة الإرهاب ودعم جهود وقف العنف والحل السياسي للأزمة السورية. بتوجيهات من الرئيس محلب يبحث مع رئيس الوزراء ومحافظين وقف التعديات على أراضي الدولة. في إطار احتفالات وزارة الآثار بيوم المتاحف العالمي فتح جميع المتاحف الأثرية بالمجان اليوم. ومن صحيفة الجمهورية نطلع الرئيس السيسي في الجزء الثاني من حوار التفاؤل والمستقبل مع رؤساء التحرير في الصحف القومية متفائل، ومصر دولة تنفض وتنهض وتحالف 30 من يونيو قائم ولم يصبه الضعف أو حتى التفكك. حرس الحدود يواصل ضرباته وإحباط تهريب أسلحة ومخدرات عبر بحر الرمال الأعظم. التربية والتعليم تنفي تسريب امتحانات العربي الثانوية العامة. ومن جانبها كتبت صحيفة الأخبار خلال حواره مع رؤساء تحرير الصحف القومية السيسي مصر والسودان علاقة مصير واحد ووضعية محاولات للنيل منهما. الرئيس السيسي: الشعب سيد اختياره لرئيسه القادم، وأتمنى أن أرى في مصر مشهد كوداع لماكرون. أما صحيفة الشروق فجاءت أبرز عنوانها كالتالي: مصادر حكومية التعديات على أراضي الدولة الزراعية نحو 1,900,000 فدان ب 300 مليار جنيه. انتفاضة في وجه وضع اليد على أراضي الدولة، والقاهرة تستعيد نحو 320 فدان. الكهرباء لانية لتخفيف الأحمال في الصيف، وأسرة لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو تزور الأهرامات، والدته تعرب عن سعادتها بزيارة مصر وتتمنى أن نورها مرة أخرى. ومن صحيفة اليوم السابع نطالع رئيس الوزراء يبحث اليوم منحة المليار جنيه لمقررات السلع التموينية في شهر رمضان المعظم. مطار القاهرة يستقبل ويودع ركابه بالبرود احتفالا بالذكرى 54 لتأسيسه. الجامعات تعلن الحرب على الموبايلات خلال الامتحانات، والعقاب ينال المراقب والطالب حال ضبطهما داخل اللجان. وهيئة الأرصاد الجوية تقصي اليوم مائل الحرارة والعظمى بالقاهرة 34 درجة. وننتقل إلى مقالات الصحف المحلية، ونطلع من صحيفة الجمهورية مقالا تحت عنوان أراضي الدولة حق الشعب. يقول الكاتب في مقاله: أراضي الدولة ملك الشعب وحق الشعب، ومن هنا طلب الرئيس من القوات المسلحة والشرطة ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة قبل نهاية مايو الحالي لاسترداد كل أملاك وأراضي الدولة من غاصبيها في غيبة من الضمير والقانون. فلا يمكن أن يتصور أن يضع فرد يده على مساحات واسعة من أراضي الدولة بآلاف الأفدنة، وهناك فئات من الشعب تعاني في سبيل لقمة العيش. هذه هي لحظة الحسم التي تنتصر فيها الدولة لصالح الشعب، وليس من يكون القدرة على اغتصاب الأرض ووضع اليد والتعدي والالتفاف حول صحيح القانون. أهلا بكم من جديد، والعناوين الصحف العربية، والبداية من صحيفة الشرق الأوسط والتي كتبت: قوة برية دولية تقطع طريق طهران دمشق، ودمستورة يسحب مبادرته بشأن الدستور ويتمسك بلجنته واتفاق تهجير جديد. قمة مصرية أردنية إحياء مفاوضات السلام، وداعش يكثف استهداف المدنيين مع تضييق الخناق عليه في مدينة الموصل. ومن جانبها كتبت صحيفة الحياة اللندنية: واشنطن تفرض عقوبات على سوريين وكيانات مرتبطة بحكومة دمشق. الحكومة العراقية تدعو داعش إلى الاستسلام وتتعهد بمحاكمته بالعدل. والعبادي يؤكد إجراءات الانتخابات في إجراء الانتخابات في موعدها. ومصر والسعودية تعززان التجارة والجمارك وتنظيم المعارض. ومن صحيفة السياسة الكويتية نطلع وثيقة أممية تمهد لإعداد دستور جديد بسوريا والمعارضة تتحفظ. إسرائيل تسعى لاحتواء تداعيات إفشاء الرئيس الأمريكي معلوماتها. نبيه بري: خسارة كبرى بعدم الاتفاق على قانون انتخاب الفراغ يهدد البلاد. ومن صحيفة الوسط البحرينية نطالع معارك عنيفة بين المعارضة والنظام في درعا، وقوات الاحتلال تواصل من التصعيد في مواجهات واعتقالات، واعتصام في غزة يطالب بالضغط على الاحتلال لتحقيق مطالبهم. الجيش اليمني يحرر دوعاً من إرهاب القاعدة. نرصد من صحيفة البيان الإماراتية: نحو 3,000 إصابة كوليرا في اليمن يومياً، ومعركة الأمعاء الخاوية تتواصل، وتدهور صحة أسرى فلسطين في اليوم 32 من الإضراب.
حرص أردوغان يهم مناهضينه في واشنطن، والبرلمان التركي يختار أعضاء من المجلس القضائي الدستوري. معركة لمعاء الخاوية البطولة التي يخوضها الأسرى الفلسطينيون كانت محور مقال بصحيفة الدستور الأردنية، وكتبت تحت عنوان إضراب للأسرى إنسان يدمر نفسه ولكن لا يهزم إطلاقا. تحتدم المواجهة مع الاحتلال الصهيوني، ويخوض الأسرى البالغ عددهم 1600 معركة حاسمة تفصل بين الحق والباطل، معركة تعبر عن صلابة المناضلين، فهي معركة أسطورية ترتقي إلى مآثر كفاح الإنسان على مر العصور، خاصة أن الشعب الفلسطيني يواجه جاروت الاحتلال منذ 100 عام، فكان عليه أن يكون قويا وشجاعا في معركة الحرية والكرامة. لدعم هؤلاء الأسرى لابد من تحقيق الوحدة الفلسطينية ونبذ الخلاف، لأن استمرار الانقسام بين الفصائل يعني بكل تأكيد استحالة القدرة على الصمود والمواجهة. فهل تعي الفصائل السياسية ذلك؟ أهلا بكم جديد، نتحول إلى الصحف العالمية ونقرأ من صحيفة واشنطن بوست الأمريكية. وزارة العدل الأمريكية تعين محققا خاصا في قضية علاقة ترامب بروسيا. وترامب يبلغ وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف معلومات استخباراتية حساسة حول تهديد إرهابي محتمل مصغر من تنظيم داعش الإرهابي. إلى الصحف الإسرائيلية ونطلع من صحيفة جروزلين بوست الإسرائيلية. ترامب يستبعد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس في الوقت الراهن خوفا من تعويق جهود عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. الليكود يضع ضغوطا على نتنياهو قبل زيارة المرتقبة لترامب، ويؤكد أن نتنياهو لن يكون قادرا على تقديم تنازلات للجانب الفلسطيني. إلى صحيفة الجارديان البريطانية، والتي كتبت نتائج الانتخابات الإيرانية ستحدد مستقبل الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، وكذلك ستحدد نتائج معركة سياستها المهمة واختيار المرشد الأعلى المقبل. الولايات المتحدة تعرب عن قلقها إزاء عنف أمن السفارة التركية بواشنطن ضد متظاهرين معارضين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ومن صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، بدورها رصدت بموجب السياسة الجديدة لإدارة ترامب ارتفاع نسب الاعتقالات بين المهاجرين إلى نحو 38%. بوتين يقترح الكشف عن مضمون محادثات ترامب لمبعوثين روس، والزعيم الأعلى الإيراني يحذر من تزوير محتمل للانتخابات المرتقبة. من صحيفة ليموند الفرنسية، عنونت صفحتها الأولى السن أم المساواة أم الرغبة في التجديد، على ما استندت أولى حكومات الرئيس ماكرون والرئيس الوزراء إدوارد فيلي. بيعلن حكومته التي تتكون من نحو 22 شخصا من بينهم 11 رجلا و11 امرأة، وتقارير تؤكد أن الحكومة الجديدة لا تفي بكل وعود المرشح السابق ماكرون. من صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، والتي ألقت الضوء على الانتخابات الإيرانية المرتقبة وكشفت عن توحد الإيرانيين خلف الموقف السياسي الخارجي لديهم، وقالت الصحيفة في متنها: انتخابات رئاسة الإيرانية تأتي بالتزامن مع زيادة حدة الانتقادات لإيران من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفي خضم موسم انتخابي شديد الاستقطاب تسيطر عليه قضايا محلية، ويلعب دور البطولة فيه كل من الفصائل المتشددة والإصلاحية. على جانب آخر، ظلت طهران حذرة في الرد على خطاب ترامب العدائية حيالها منذ أن دخل إلى البيت الأبيض، زاعمة أن النظام يسعى إلى تجنب استفزاز واشنطن، ويبدو أن روحاني يسعى لاستغلال المخاوف من تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة من خلال الترويج إلى أن معارضيه المتشددين يرغبون في إعادة إيران إلى العزلة الدولية. الآن مشاهدينا الكرام، وقفة مع أبرز رسوم الكاريكاتير لهذا اليوم. ختام هذه الجولة الصحفية، نشكر لكم طيب المتابعة، تجدد اللقاء.
العقاب ابن الله على رأس الصحفي موجز الإخباري.